السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا الميناء تاع العوانة الجديد الذي تم انتهاء الاشغال به هذه حوالي عامين او ثلاث سنوات. و نروح نشوف الميناء هذا الجديد، اذا ان شاء الله ما يكونش مغلق، لانه الميناء مش هو ميناء الصيد في الحقيقة، لكن مصمم ومنفذ بطريقة عصرية وموسع. هنا نلاحظ الميناء هنا، دخلنا من هذا هو الميناء الجديد لمدينة العوانة، ميناء الصيد. ونشوف جميل جدا. إذا أترككم تتابعون الرحلة هذه إلى ميناء الصيد الجديد ببلدية العوانة، وأترككم في هذا اللايف وحبه، والسلام عليكم.